بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي اس بي سي ومستمعينا عبر اذاعه جده, اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده اللي حاب يتواصل فيها معنا من خلال الهاشتاج الظاهر امامكم على الشاشه او من خلال نقطه نظام, تقول سؤالك, رايك, مداخلتك, تعليقك, حتى انتقادك من خلال تطبيق الواتساب على هذا الرقم الظاهر امامكم على الشاشه. باقي ساعه من الان ونودع عام 2019, هذا العام اللي شاهد فيه العديد من الإنجازات السعودية على كافة الأصعدة الرياضية, سواء على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية أو حتى على صعيد الألعاب المختلفة. والأمر ما انتهى أو توقف عند هذا الحد, لا, حتى السعودية أصبحت وجهة سياحية رياضية لكل دول العالم بالعديد من الفعاليات التي أقيمت في أراضي المملكة في هذا العام. شكرا لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, شكرا لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه, شكرا للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على الاهتمام والمتابعة, شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه اللي أيضا كانت لهذه الهيئة دور كبير في إقامة العديد من الفعاليات الرياضية, شكرا لكل الاتحادات الرياضية السعودية وللأندية على العمل والمجهود اللي بذلوه في عام 2019 وخرجنا بعام مميز رياضيا, شكرا لكل الرياضيين على الجهد والتشجيع والتحفيز اللي قدموه لأنديتنا ومنتخباتنا ورياضتنا في هذا العام 2020 القادم. نتمنى بإذن الله أن يكون أجمل. بدايتنا مع العناوين. عام 2019 سنة الإنجازات الرياضية السعودية بطابع عالمي. تحدي ومبارزة بين الفيصل وبن جلوي في اليوم الأولمبي. الاتحاد والفتح يبحثان عن افتتاح 2020 بالتأهل لربع نهائي الكأس. وليو دخل التدريبات وتيم كات يضع اللاعب في دكة البدلاء. عضو جمعية الأهلي يكشف عن أجواء اجتماع الأمس, شخصنوها. وشرف الأهلي الفلالي, الأصوات ارتفعت ولا توجد حلول. تدريبات استرجاعية في الهلال ورزفان يفتح ملف الفيصلي. استفتاءنا في حلقة اليوم بعد صدور جدول الدور الثاني, تقييمك لعمل لجنة المسابقات في الرابطة. أربع خيارات أمامكم: ممتاز, جيد, مقبول, ضعيف. التصويت موجود على حسابنا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وليظهر أمامكم على الشاشة. اسمحوا لي رحب بضيوفي في حلقة اليوم. معي في جدة الناقد الحصري للبرنامج الأستاذ جمال عارف أبو عبد العزيز, حياك الله. هلا وسهلا, هلا وسهلا أبو لطيف, أمس عليك والمشاهدين والمشاهدات وعلى المستمعين والمستمعات وعلى زميلنا أبو عبد الله الأخ محمد الشيخ وزميلنا أبو محمد الأخ طارق النوفل, وإن شاء الله حلقة ممتعة. بس أنا لابس شتوي اليوم وتخوفت من هنا من المكيف, اليوم المكيف مخففينه. مو عشان قلنا جمال عارف لا ما قلت يضبط له المكيف ويكون الوضع دفى لا يشتكي. لا لا لا, لا, لا والله ما مو عشان جمال عارف, الا عشانك. مو عشانك, لا شفني صيفت انا اليوم. ايه عشانك انت خفف المكيف عشانك لابس ثوب ابيض, مش عشان يعني. انت ووليد يعني احنا متسلطين على كيفكم, يعني احنا متسلطين. لا مش متسلطين, انتوا عندكم علاقات هنا مع حقون المكيفات. هتصدقها هذا ذات كوتي يحبك انت اكثر مننا. كوتي ما احبك الا انت. يعطيك العافيه. معنا من الخبر محمد الشيخ الناقد الحصري للبرنامج, حياك الله ابو عبد الله. هلا ابو لطيفه, مسي عليك ومسي على زميلنا جمال, وصراحه اهنيه على هالذوق الجميل, ثوب حلو وين كان ما ادري, اتوقع حر عندكم بس حلو. الله وعلى زميلنا طارق النوفل المشاهد الكرام. يا هلا وسهلا فيكم جميعا. معنا ايضا طارق النوفل من الرياض الناقد الحصري للبرنامج, حياك الله ابو محمد.
هلا والله وسهلا ابو لطيفه، امسي عليك وعلى اخواني واساتذتي وزملائي الاعزاء استاذ جمال واستاذ محمد، وان شاء الله تكون حلقه ان شاء الله جيده، ان شاء الله مثريه ان شاء الله يا رب. اليوم دشنا رئيس اللجنه الاولمبيه السعوديه الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل فعاليه اليوم الاولمبي واللي نظمتها الاولمبيه السعوديه بملاعب معهد اعداد القاده في المجمع الاولمبي بالرياض بحضور عضو مجلس اداره اللجنه الامير فهد بن جلوي وعدد من رؤساء واعضاء الاتحادات الرياضيه وبمشاركه العديد من اللاعبين والاطفال الرياضيين واسرهم. والفعاليه انطلقت في الرياض واستمرت لمده 3 ساعات بمشاركه الامير عبد العزيز بن تركي وايضا العداء الاولمبي هادي صوعان في مساباقه قفز الحواجز، تلاها لقاء استعراضي وهو اللي نشاهده امامنا على الشاشه في لعبه الريشه الطائره بين الامير عبد العزيز بن تركي وايضا الامير فهد بن جلوي، ايضا كانت في لعبه المبارزه، كان في تحدي مبارزه ما بين الامير عبد العزيز رئيس اللجنه الاولمبيه وعضو مجلس الاداره الامير فهد بن جلوي، وكانت في هناك العديد من النشاطات الرياضيه اللي شهدها اليوم الاولمبي في الرياض. بس اللقطات اللي شفناها للامير عبد العزيز بن تركي والامير فهد بن جلوي في لعبه الريشه الطائره وفي لعبه المبارزه، يعني الامانه كلنا شفنا هذه الالعاب من زمان وشفناها كثير وشفنا انجازات سعوديه كثير فيها، لكن ما ادري انا جاني شعور وانا اتفرج على هذه اللقطات، شعور غريب وشعور فيه فضول اني اجرب هاللعبة، لدرجة اني جلست ابحث في لعبة الريشة او لعبة الابيه والشيش. هذا الامير عبد العزيز يتحدث للناشئين في اليوم الاولمبي. نطمح في المستقبل الى مزيد من المشاركة من الاتحادات، وان شاء الله نحتفل جميعا بالسنوات القادمة بانجازاتكم وبتحقيقكم لافضل النتائج باسم المملكة وباسمكم شخصيا. فشكرا على حضوركم وإن شاء الله نتأمل إلى مزيد من الإنجازات. هذه اللقطات اللي أنا كنت أتحدث عنها، لعبة الريشة الطائرة وأيضا لعبة المبارزة اللي تمت ما بين الأمير عبد العزيز والأمير فهد. محمد الشيخ، أنا جاني شعور الفضول أني أعرف في هذه الألعاب أكثر، جاني شعور أني ودي أجرب هذه اللعبة، ما أدري ليش، هل لأن رموز الأولمبية السعودية جالسين يمارسونها مع الرياضيين؟ لا، أنا أتصور أنه أول شيء اليوم الرياضي الأولمبي نفسه يوم مهم لا شك، ويعزز الروح الرياضية والحب الرياضة والممارسة لدى المنتسبين إلى اللجنة الأولمبية. طموحاتنا أعلى إلى يوم رياضي عام، اليوم العالم عنده يوم رياضي في أغلب الدول، احنا ودنا يوم رياضي سعودي بامتياز، ونشوف العالم كله تشارك في هذا اليوم الرياضي ببرامج مميزة وكثيرة. الأمر الثاني، مثل الرياضات الريشة وغيرها، هذه الروايات ذات هوايات خاصة، يعني مش ألعاب شعبية مثل والله مثلا كرة القدم أو الطائرة أو السلة، هذه الألعاب الشعبية للكل يمارسها وفي كل مكان، حتى في البيوت اللي عندهم مساحات داخل البيت يمارسوها. هذه رياضات تخصصية تتعلق فيها تارة في الجامعة، تارة لعشق مثلا نجم معين، تارة لأخوك الكبير أو والدك، ما تجي هذه فضول إلا من خلال أحد هذه المسارات. طارق النوفل، متى يتحول الاهتمام بمثل هذه الألعاب إلى فضول ومشاركة وممارسة فعلية؟ هي رغبة ذاتية، مثل ما ذكر أخوي أبو عبد الله، قال إن هذه الرياضات رياضات يعني نوعية تعتمد على ذائقة الشخص. قد يكون أنت في داخلك شخص يحب هاللعبة هذه، ولكن مشاغل الدنيا ألهتك، غير كذا ما في بيئة تحتية أو بنى تحتية لهذه اللعبة، أو ما في بيئة تساعدك على أنك تمارس هذه الهواية. أنت شفتها وشدتك، معناها أن عندك رغبة داخلية. هم الأشخاص اللي ينجذبون لنوعية هذه الألعاب، هم اللي يكونون محاضن لهذه او حاضنات لهذه اللعبه. الشيء الجميل يا ابو لطيفه انه انا دائما اشوف الامير عبد العزيز حريص كل الحرص على هذه الالعاب اللي لم تكن يوم من الايام محل اهتمام الاعلام بشكل عام. بعيده كل البعد عن اهتمام حتى المسؤول، تجد انه مشاركات رسميه بحته.
الرجل قاعد يعني حتى يلبس اللبس وقاعد يشارك الجميع في هذه اللعبة وقاعد يمارسها بطريقة ليس طريقة المسير، ولكن حاب هذه اللعبة وهاويها ومنتمي لها. فهذا الشيء دائما هو شعار الأمير عبد العزيز بن تركي، إنه 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 الرياضة لكل الألعاب وليست لكرة القدم فقط. جمال عارف، يعني الأمير عبد العزيز بن تركي لما يشارك في مثل هذه الفعاليات أو الألعاب هو يؤدي دور تسويقي لها، ويمكن يكون أفضل دور أو أفضل تسويق لها. شوف، أنا أول شيء أو معليش أبغى أشكر المملكة العربية السعودية، هذا البلد العظيم والبلد الكبير اللي احتضن هذه الفعاليات العالمية، طبعا بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. وهذه الفعاليات الحقيقة وجدت أرضية خصبة، وجدت البيئة المناسبة لهذه الفعاليات، وجدت رجال في الرياضة عملوا واجتهدوا وقدموا لنا هذه الفعاليات والتنظيمات الحقيقة لكنت أن الشباب السعودي الحمد لله شباب واعي، شباب قادر على احتضان الكثير وإقامة الكثير من الفعاليات والبطولات العالمية. طبعا لما تتكلم على الأمير عبد العزيز بن تركي، حقيقة هو رجل شاب، رجل له علاقة ممتازة مع الرياضة، ولو حقيقة يعني عمل تراكمي بالنسبة لهيئة الرياضة في كل الألعاب. وطبعا هو كان معروف أنه في سباق السيارات، وبالتالي عنده خلفية كاملة. أنت تسأل نفسك ليش أنت ما تفكر تلعب؟ صعب أنت تلعب. ليش؟ لأنك أنت أساسا ما كنت تلعب إلا برجون زمان. أنت أنا؟ أنت وش تلعب؟ البرجون دي حقكم المصاقيل هذه هي اللي تلعبها. فأنت ما تعرف لسه، وأنا زيك نفس الحكاية. هذا أنا. إيه طبعا كلنا احنا نعرف نلعب سلاح الشيش. أنا أقدم شيء لعبته كيرم. إيه كيرم وأونو. طب يعني تلعب سلاح الشيش وتلعب مبارزة وتلعب ما أدري، ما تعرف. لأن أنا ما أعرف، لكن جاني شغف وفضول. لا يا اخي ودي العب. خلاص انت رجل، خلاص راحت علي. هي راحت عليك. طيب. هذه يبغالها من الصغر، نتعود نروح من زمان واحنا صغار نلعب. فالمهم فاتت عليك. على اي حال هذه النتائج الحقيقه الفعاليه، خلينا شويه يعني نخرج من جو ال يعني عادي يعني طبيعي. ف ما حد قال شيء. لا لا بالعكس. هذه الفعاليات الحقيقه يعني يمكن بس بقول شيء مهم جدا. عارف معالي المستشار لو كان اول قبل ما ينحف، أيوة، كان ممكن شارك، لكن أول كان صعب إنه شارك مع المستشار تركي آل الشيخ. أيوة. أول كان صعب إنه شارك في الفعاليات، لكن لو دحين الآن ممكن يشارك. واضح إنه يعني ما شاء الله جسمه رشيق الآن، ما شاء الله تبارك الله، وأصبح يعني قادر إنه يشارك في هالفعاليات هذه. فعلى العموم هي كلها عمل تراكمي وعمل قادته الدولة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. وإن شاء الله بإذن الله احنا الان دائما صعود الى القمه ان شاء الله باذن الله، زي ما قال سمو سيدي ولي العهد، احنا دائما للعنان، نبحث عنان للعنان او عنان السماء. طبيعي. وبالتالي ان شاء الله باذن الله دائما احنا في عنان السماء، ومن نجاح الى نجاح، وهذا كله من اجل هذا الشعب السعودي والرياضيين والشباب السعودي، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله يا رب. واول الاحداث العالميه اللي بتكون في السعوديه هو رالي دكار اللي بيكون في بداية شهر يناير القادم. فاصل مشاهدينا ومستمعينا، ونرجع نواصل بعد الفاصل. بداية دور 16 من الكأس الاتحاد مع الفتح في مكة. عام 2019 سنة الإنجازات الرياضية السعودية بطابع عالمي. تحدي ومبارزة بين الفيصل وبن جلوي في اليوم الأولمبي. الاتحاد والفتح يبحثان عن افتتاح 2020 بالتأهل لربع نهائي الكأس. وليو دخل التدريبات وتينكات يضع اللاعب في دكة البدلاء. عضو جمعية الأهلي يكشف عن أجواء اجتماع الأمس، شخصنوها. شرفي الأهلي الفيلالي، الأصوات ارتفعت
ولا توجد حلول. تدريبات استرجاعية في الهلال ورزفان يفتح ملف الفيصلي. يا هلا وسهلا فيكم من جديد. نتائج الاستفتاء بعد صدور جدول الدور الثاني، تقييمك لعمل لجنة المسابقات في الرابطة؟ المصوتين تقريبا 4000 مصوت، 66% يقولون ضعيف، و16% يقولون ممتاز، 9% يقولون جيد، نفس النسبة يقولون مقبول. والتصويت مستمر على حساب البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أجد ترحيب ضيوفي، معي من الخبر محمد الشيخ، ومعي من الرياض طارق النوفل، وفي جدة جمال عارف. غدا افتتاح مواجهات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. الاتحاد يستضيف الفتح في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب الشرائع في مكة. أبها هو اللي ينتظر الفائز من مواجهة الغد ما بين الاتحاد والفتح، وين؟ في دور الثمانية. تفاصيل مواجهة الغد في هذا التقرير. على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بشرائع يستضيف الاتحاد ضيفه الفتح غدا في دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. الفريقان لا يحظيان برضا مدرجاتهما، ويعود السبب لمركز الفريقين بسلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الاتحاد في المركز 13 ب13 نقطة، الفتح بالمركز 14 ب9 نقاط فقط. كلا الفريقان بادر بتغيير أجهزتهما الفنية بعد سلسلة من الإخفاقات. الاتحاد أقال سيارة، والفتح استغنى عن فتح الجبال، ومن بعد قرارة الإقالة ما زال الفريقين تائهين فنيا. هذا حداد، حداد يتمدد، حداد من الأول، دور رابع، يا الله. الاتحاد يدخل لقاء الغد بعد أن تجاوز الصفا برباعية، بينما ضيفه القادم من الأحساء وصل لهذا الدور بعد تغلبه على نجران بثلاثية. الخطورة، الحسن يسدد، الفتح يحاول، الفتح والكرة في القائم، عادت من جديد. السبت الماضي تواجه الفريقان ولكن لحساب الجولة 13 من منافسات الدوري، وكاد النموذج أن يخطف النقاط الثلاث قبل أن يقرر عبد الرحمن الغامدي اللحاق بالمباراة بالأوقات الأخيرة ومنح فريقه نقطة ثمينة. بطولة كأس الملك تعتبر أحد أهم الأهداف لفريق الاتحاد بجانب البطولة العربية، ولا يمكن للاعبين والمدرب تقديم ما يرضي الجماهير الاتحادية العريضة والتي هجرت المدرجات أكبر من الحصول على لقب كأس الملك وتجاوز مستضيفه الذي هو الآخر يريد إرضاء جماهيره والوصول إلى دور ربع النهائي لملاقاة أبها هناك في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة. محمد الشيخ، ايش اللي بيختلف غدا عن مواجهة الفريقين الاخيرة في الدوري؟ لا جديد، يعني عادة انه الفريقين يطمعان في بعضهم البعض. كل المعطيات تقول انه الفتح قادر على هزيمة الاتحاد، وفي المقابل الاتحاد قادر على هزيمة الفتح، وكأنه ديربي المؤخرة، او مش ديربي، نقول كلاسيكو المؤخرة. بالتالي لا، مش منتظر شيء، يعني قد يعالج أحدهما يعني جراحة على حساب الآخر. يعني المباراة الماضية لو استطاع الفتح بالفعل كسب الثلاث نقاط من جدة وأمام الاتحاد لعملت له دافع معنوي على الأقل، رغم أن الجانب الفني في الفتح سيء جدا. والأمر صحيح، لو تفوق الاتحاد صح، الاتحاد خرج بنقطة في الوقت القاتل، ولكن لا تعني كثير على أرضك وانت في هذا الوضع. وبالتالي اعتقد لا جديد، هو مسلسل لسوء النتائج وسوء الحضور. ولكن ان تذهب ايضا لدور الثمانية الكاس في ظل هذه الظروف يعني كثير للأندية مثل هذه، يعني ان تخطف بطولة من بطولات النفس القصير يعني، وبالتحديد بطولة كاس الملك، حتعني كثير للفريقين. وهذه
بطولة الاتحاد المحببة في الفترة الأخيرة، يحضر بشكل سيء في الدوري ولكنه يكون حاضر بشكل جميل في بطولة الكاس جميل. حتى الموسم الماضي، وبالتالي حيكون الاتحاد متمسك أكثر في هذه البطولة لاعتبارات كثيرة، وعلى الأقل هي تقام في أرضه، نعم في الشرع ولكن في أرضه في كل الأحوال. طيب تتفق معه الاتحاد يظهر في بطولات الكاس أكثر من الدوري، وممكن تكون هذه فرصة له غدا أمام الفتح؟ لا بس خلينا نطرح رأي بعيد عن نتفق ولا شيء، معليش أنا أول شيء بلاحظ في الاتحاد في عمل حقيقة في الفترة الحالية، وفي صمت حقيقة، صمت يعني ترى جيد أنك أنت يعني حتى الأخبار والتوارد الأخبار والتصريحات الحقيقة هي حقيقة في الفترة الحالية أنا شايف أنه في عمل، وإن شاء الله بإذن الله هذا العمل يعطي نتائج إيجابية. أنا اللي أعرفه أنه محمد نور هو اللي يعني ضمن اللجنة الفنية ومن اللاعب ومن الأعضاء اللي يختاروا اللاعبين، وبالتأكيد هو يعني يملك القدرة على هذا الشيء، ولكن أتمنى أنك أنت يا محمد نور كمان يعني في أمور تحتاج إلى منك أنت شخصياً، ما هي متابعات في الفيديو اللاعبين، متابعة دائمة في مباراة كاملة، وأنا ما أبغى يعني أتكلم على شيء، لكن الشيء الجميل حقيقة أنه أنا شايف في عمل وفي رغبة من الإدارة الحقيقة. شوف إحنا في الفترة الماضية انتقدنا إدارة أنمار وبشكل كبير جدا، ليش؟ لأنه في كانت أخطاء، الأخطاء هذه هو معترف بها، فعشان كذا انتقدنا هذا العمل، وما والناس تقول لك كلم الإدارة نتكلم عن الإدارة، لا لا معليش احنا تكلمنا وتعبنا، لكن الآن لما تكلمنا على الأخطاء الآن بدأ العمل في صمت، وبالتأكيد أنا الآن داعم لهذه الإدارة ودعم للاتحاد، طبعا داعم لأنه في الفترة الحالية أبغى أشوف نتاج هذا الصمت ونتاج هذا العمل في الفترة الشتوية. طبعا احنا اتكلمنا انه في اجتماعات تمت وفي امور اتفق عليها، ولكن الحقيقة في شيء مهم جدا، يجب ان يكون رئيس النادي هو المتحكم في كل مفاصل النادي، يعني للمرة المليون اقولها، رئيس النادي تبغى تنجح وتنجح نفسك تتحكم في كل مفاصل النادي، غير كده انك انت تترك يعني مع كامل الاحترام يقول لك ما حك جلدك مثل ظفرك في الافراح والنتائج المميزة، كل الكل يشارك في هذه الكعكة، ولكن في النتائج السيئة والاحباطات اتجاه الجمهور كله على مين؟ على انمار الحايدة رئيس النادي. فانا اقول له، وهذا كلام أنا قلت له من زمان، إنك أنت لازم تعالج مشاكل النادي وتطلع على كل تفاصيل صغيرة وكبيرة. المرحلة هذه مرحلتك، إما أن تصعد به بالاتحاد بإذن الله إلى الأعلى، إما أن يستمر الوضع كما هو عليه، وبالتالي لن تجد أي دعم من المدرج، وهذا المدرج إذا أنت قدمت عطاء وقدمت عمل بالتأكيد حتجده دائماً يحملك على عناق، لكن إذا قدمت عمل وأخطاء لا يمكن أن تجد منه غير الرفض التام لكل الموجود في النادي. طيب. فبالتالي أنا من الآن أقول سأكون داعم وسأكون متابع ومقدم يعني كل النصح، بانتظار ما يخرج به في الشتوية، من بعد الشتوية، وأنا عندي كده تفاؤل إن شاء الله إنه العمل حيكون مميز وجيد بالنسبة للعناصر وحتى للعمل الإداري، ومن خلال ما سيحدث للاعبين الأجانب، يعني بعيدا عن الإشكاليات اللي كانت تمت في الفترة الماضية. يعني متفائل بالحراك المبكرة؟ نعم هذا نعم صفقة اللاعب ليوناردو. نعم متفائل، وأنا شفت حقيقة متفائل بالصفقات، والمتفائل أكثر أيوة. إنه في صمت وعمل بدون تصريحات. طيب. وهذا اللي كنا ننتظره في الفترة الماضية. طيب. يمكن الخبرة كانت عند أنمار، ولكن الآن استفاد، وأتمنى أن يكون استفاد من كل الأخطاء وراجعها وعمل على تصحيحها حتى يعود الاتحاد قويا من هذه الإدارة. طيب خلينا نتعرف على الأرجنتيني ليوناردو جيل القادم من روزيرو سنترال لنادي الاتحاد في هذا التقرير.
أعلن فريق الاتحاد السعودي التوقيع رسميا مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني لمدة 3 مواسم. Yes, very good player. نعم ليوناردو الأرجنتيني سيكون معنا وأنا أنتظره. هو لاعب جيد، هذا ما يحتاجه الاتحاد، لاعب يحب الانتصار بشخصية قوية، وهو يختلف عن جوناس دفاعي أكثر، ليوناردو يقوم ببناء الهجمة وهجوميا أكثر. وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن قيمة الصفقة تزيد عن 1,500,000 دولار، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر ب4 ملايين ريال. Le va a pegar el Colorado. Ahí está, prepara, apunta, fue. جيل سيخوض أولى تجاربه الكروية خارج الأرجنتين. يجيد ليوناردو اللاعب في مركز المحور المتقدم وصانع الألعاب، وقد انتقل لصفوف روزاريو سنترال في صيف 2017، يبلغ من العمر 28 عاما، يتميز بالقوة البدنية والقدرة على شغل أكثر من مكان في منتصف الملعب، كما لعب في مركز الظهير الأيسر وتنقل بين عدة أندية في الأرجنتين أبرزها أوليمبو واستوديانتس. Atención, gira el arco. ومن المتوقع أن تكون أول مباراة يشارك فيها ليوناردو جيل مع الاتحاد أمام النصر بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 10 يناير المقبل. Bueno, soy Leo Gil. Estoy muy contento de poder estar acá y formar parte de esta familia. Espero dar todo y estar a la altura del club y agradecerles. Vamos Tigres. ويبحث نادي الاتحاد عن تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تصحيح مسار النادي الذي عانى من تراجع النتائج بشدة في الفترة الماضية. طبعا في وقت إعداد التقرير الاتحاد ما أنهى شروط أو استوفى شروط التسجيل للفترة الشتوية، لكن الآن الاتحاد استوفى كامل الشروط وبإمكان اللاعب المشاركة غدا رسميا مع الاتحاد في مواجهة الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين، في المواجهة التي تجمع الاتحاد مع الفتح. إذن رسميا ليوناردو جيل لاعب الاتحاد الجديد يستطيع المشاركة غدا في مباراة الفتح، لكن باقي لنا تقريبا نص ساعة ويفتحون التي ام اس. خلنا نشرح لكم العملية. يفتح التي ام اس نادي الاتحاد ويفتح ناديه روزيرو سنترال. التي ام اس يدخلون المعلومات، يرسلون الكرنيه حق اللاعب او بطاقة اللاعب، اجراءاتها من اليوم لبكرة، اذا تمت بسرعة اللاعب بيلعب في المباراة، لو جت قبل المباراة بدقيقة بإمكان اللاعب. والتين كات وضع اللاعب في خططه أنه يكون موجود على دكة البدلاء. أرقام الأرجنتيني ليوناردو جيل قبل قدومه لنادي الاتحاد، طبعا في الموسم الحالي لعب مع روزيريو سنترال الأرجنتيني، لعب معهم 1211 دقيقة، سجل فيها هدف وصنع 4 أهداف، تلقى بطاقة صفراء واحدة. طبعا هو مركزه لاعب رقم 8 أي محور متقدم. في 2018 لعب مع روزيريو سنترال. طبعا خلونا نتوقف عند هذه النقطة. أنا بحثت، سألت واحد يعني من العامية، سألت أحد وكلاء اللاعبين الذي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال مع نادي الاتحاد عن هذا النادي، يقول ما في لاعب يلعب في هذا النادي بسهولة، ما في لاعب يقدر يلعب في هذا النادي الأرجنتيني بكل سهولة إلا أنه يكون لاعب جيد جدا إلى ممتاز. لعب في موسم 2018-2028 دقيقة، سجل هدفين وصنع 5 أهداف، تلقى 3 بطاقات صفراء. طارق النوفل، هل الأرقام هذا اللاعب وسيرته الذاتية ممكن تبعث بالتفاؤل للاتحاديين؟ ممكن اللاعب الأرجنتيني يتكيف بسرعة مع أجواء السعودية ويبان؟ سؤالك ذكي جدا يا أبو لطيفة. أنت تحدثت على الأرجنتيني هل يتكيف أم لا؟ أصعب جنسية ممكن تتكيف في السعودية هي الجنسية الأرجنتينية، صعبين جدا. والدليل أنهم يحبون دائما يحبون بيئتهم بلدهم. أنت قال أنت على فكرة سبيستيان، تقال أنت يوم كان في الشباب كنت موجود طارق؟ معليش المقابلة. نعم إيه. نعم. كيف تأقلموا طيب بسرعة معكم؟ علمهم ما تأقلم لا هو كان حريص يخرج من السعودية للأمانة، كان حريص. حتى أتذكر
كان له نقاش مع الإدارة بعد مباراة الفتح في الأحساء، وكان الفريق غايب منه لاعبين كثير، فلعب تقالي وقدم مستوى عظيم. تكلم مع رئيس النادي قال أنا أبغى أطلع، وزعل رئيس النادي قال ما هو الوقت المناسب، قال أنا ما أقدر أعيش في السعودية. يعني في كلام كثير، لكن الأهم من هذا كله أن الأرجنتيني صعب، والدليل أنه في التقرير قاعد أسمع توا دونا قبل شوي أنه لعب لأكثر من نادي في الأرجنتين. بس تصدق طارق، قبل تكمل على ليناردو، شكل تيغالي أوقعكم في الفخ لأنه جاء في الاتفاق بعدين راح للشباب، صح ولا لا؟ مفروض أن تأقلم، أجل ما تأقلم في الرياض. عندك كذلك المهاجم الآن، مهاجم جوانكا صحيح أرجنتيني، نفس الكلام، لكن أتحدث بشكل عام عن اللاعب الأرجنتيني، خاصة الخامة العالية جدا اللي يرى نفسه أنه أفضل مثلا من دوري في الشرق الأوسط. كل العالم عموما كل اللاعبين أبو محمد، أي لاعب يشوف نفسه كبير من اللعيبة الدوليين اللي جايين يشوف نفسه كبير ما يقدم العطاء. عندك أمثلة كثيرة، بلوكوفيتش. أنا أعطيك ما بس الأرجنتيني كلهم، أنا أعطيك وهذا الخوف من اللعيبة اللي تجيبهم دول اللعيبة لعيبة مثل فرناندو مينيغازو، لاعب في المنتخب البرازيلي ولاعب في الشباب وقدم كل ما لديه في الشباب، لو كان الشباب عنده قدرة مالية ذاك الوقت ممكن جدد. لعيبة الهلال أغلب الأسماء، والهامسون في المنتخب السويدي جلس وحتى الآن ومعتزل، في كل مباراة يحضر، مباراة مهمة يحضر السعودية ويسير. ايوه انا معاك انا اتحدث عن امثله فقط لا غير. ايوه انا معاك. لا هي شوف، هو تعتمد على مو تعتمد على الجنسيه بس اسمح لي، مو تعتمد على الجنسيه، تعتمد على، انا اعطيك وجهه نظري يا اخوي بس. ايه انا ما اختلف معاك في وجهه نظرك، انت وجهه نظرك انت حر فيها، انا بس اتكلم معاك وجهه نظر، انا وجهه نظري انه إيه لاعب، لان الان مجالي قاعد اتكلم وبعطيك فكرتي وبعدها. لا انا معاك، بس انا اتكلم لاني انا شايف الان قدامك المشهد، قدامك في بلوغوفيتش لاعب ممتاز ومميز، لكن شوفوا كيف متعادل. الامثله كثير على هذا الجانب وعلى هذا الجانب، ايوه بالضبط، عشان كذا انا ما اقول ما بس احنا اللي بنحصرها شوي على الارجنتينيين، يمكن نسبه وتناسب يختلفون، لان اغلب الارجنتينيين حتى المدربين ما يقعدون واجد، هذه ولاحظتها شوي. والله انا ما ادري يقعدون، فلذلك بعد اذنك بس يعني كالجيرون نادر يجلسون، ما عم كالجيرون هو من جانب المدربين الارجنتينيين. خلي طارق يكمل، تفضل. اسمح لي بس، تسمح لي بعد اذنك، انا ارجع اقول لك ان اللاعب الارجنتيني تحديدا اغلبهم بشكل عام ما يفضل خروج عن الطابع اللاتيني، مثلا ممكن يعيش في اسبانيا، ممكن يعيش في امريكا الجنوبيه، ممكن، لكن اذا خرج بعيد صعب يتاقلم. ما اقول لك ما يتاقلم، في عينات كثيره ممكن تسكن في مثلا في الشرق الاوسط ما عنده مشكله، اتحدث على العموم كظاهرة أو شيء مأخوذ عن اللاعب الأرجنتيني، صعب التأقلم اللاعب الأرجنتيني. عندك شو اسمه كنا نتكلم عنه، المهاجم تيغالي، ترى كان يعني شوي منطوي ومنزوي شوي، ما كان داخل مع المجموعة مثل بقية اللعيبة. اللاعب البرازيلي هو أكثر لاعب، أكثر من الأفريقي أنا أشوفه اندماجا ودخولا في الأجواء، الأجواء اللي أتحدث عن الأجواء، المجتمع بشكل عام، مجتمع اللعيبة، تجد أول ما يصل يوم يومين عطى، بس ثالث يوم وتسمع الرجال قاعد يعطيك لزم وكلمات من لهجة دارجة عندنا في البلد، واعتقد انكم كلكم عارفين وعشت مع مستاذ جمال وعشت مع اللاعبين. عموما ارجع اقول لك انه الجميل في الخبر مش الارجنتيني، لا، الجميل انه لاعب خامة. انت خليت فيها جميل، انت احبطتهم انت احبطتهم، انت خليت فيها جميل. انا اعطي السلبيات والايجابيات. الايجابيات لاعب خامة كويسة، واضح جدا من الارقام انه قاعد يؤدي شيء جميل ممكن يفيد الاتحاد. اضف الى ذلك انه متعدد المهام متعدد المراكز، هذا شيء عظيم. الأهم من هذا كله، خلاص لعيبة الكبار السن ابتعد عن الاتحاد، واعتقد انه اخذ الدرس بشكل كبير، والعمر 28 هو وقت النضج الكروي للاعب المحترف الأجنبي. ما جاك هو خلاص في آخر أيام وقاعد يعني يبغاها ضمان اجتماعي وتأمينات اجتماعية، لا، جاي عشان يقدم شيء وعنده طموح. طيب نسمع آراء الجمهور من خلال نقطة نظام. حبيت أبارك لجمهور الاتحاد التعاقد مع ليوناردو جيل. أنا أقول اللاعب هذا ما شاء الله تبارك الله، شفت له مباريات كثيرة، بإذن الله راح يتفوق مع نادي الاتحاد. حبيت أبارك الجمهور هذا اللاعب. بالنسبة حق جدول المباريات، أن الهلال العام الماضي كان مضغوط ولا حقق من البطولة ولا شيء، بس الله وفقنا وحققنا كاس آسيا 2019، ونتمنى للهلال التوفيق. أتمنى الأهلي يعود، أنا هلاوي صميم، وأتمنى الأهلي يعود بقوة،
واتمنى الشفاء العاجل لعمر السومة. 5-2 كم يطلعون؟ 7 مع البطولة اللي سويها 7. هذا الزعيم. طارق محمد الشيخ، وفق الأرقام اللاعب مركزه إحصائياته، هل هو ما يحتاجه الاتحاد الآن؟ طبعا أنا متأكد أنه الاختيارات الاتحادية في هذه اللحظة هي دقيقة بكل ما تعني كلمة دقيقة، لأن الخطأ ممنوع. صحيح. وبالتالي أتصور كذا بدون أن أخوض في التفاصيل أن الاتحاديين احتاجوا لاعب في مركز محدد بوظائف محددة واختاروا. بالتالي يعني لو لاحظتنا في اللقطات واضح جدا أن اللاعب يتميز بتسديد الكرات من خارج المنطقة، الكرات الثابتة أو المتحركة، واضح جدا يبدو لي، وهذه أحيانا المدربين يطلبوها بخاصية أنه أنا أحتاج واحد يجيد التسديد، وبالتالي اختاروه. قد يكون اللاعب ليس بالضرورة اللاعب، أنا شفت أرقامه ما تدل على أنه صاحب سجل عالي لا في التهديف ولا في صناعة اللعب، ولكن قد يكون لاعب مجهود. أنا ما أقدر، أنا ما شفت اللاعب ولا أقدر أحكم عليه ولا شفت أرقامه إلا من خلال التقرير. قد يكون لاعب مجهود، وبالتالي المدرب تيكات يمكن بالفعل طالب لاعب مجهود. ما أنا مطمئن له أن الاتحاد اليوم ما عنده مجال الخطأ، وبالتالي الاختيارات حتكون دقيقة جداً، لأن الوضع لا يتحمل نقصان أي لاعب في الاتحاد اليوم. أي لاعب يخل بالقائمة الـ11 اللي موجودة الأساسية حيتضرر من الفريق. أثق أن اليوم في مجموعة من اللاعبين، سواء صقري صالح، محمد نور، حتى حمد الصنيع، أثق أن دول يفهمون فنيا وقادرين على تشخيص اللاعب. قد يكون لاعب قيادي وهم يشعرون أن الفريق بحاجة إلى قيادي في وسط الملعب، كل هذه. ولكن بالمحصلة نتمنى، بالأمانة أنا أتمنى أن الاتحاد يوفق في لاعبيه، وأن ينجح في إعادة صياغة اللاعبين اللي لسه مش قادرين يطلعون بمستوياتهم. واحدة من الأسباب، أعتقد جمهور الاتحاد قاسي جدا على لعيبته، خصوصا لعيبته السعوديين. لاحظ اللي يطلع من الاتحاد، صح الاتحاد قيمة كبيرة، صح الاتحاد جمهور لا يرحم، هذا طبيعي في الأندية الكبيرة، ولكن أنا لاحظ اللي يطلع من الاتحاد ينجم، يعني من محمد سالم إلى عبسي اليوم إلى عسيري، إلى يأخذون حضورهم في أنديتهم على الأقل، بعيدا عن الضغط. الاتحاد اليوم شلون؟ بعيدا عن الضغط، بعيدا عن الضغط، خصوصا وإن وضع يعني اي لما نقول مثلا الجانب الفني في الاتحاد ارفع، لا يعني اليوم اللي نشوفه يبدع في الشباب على سبيل المثال، اليوم الشباب افضل وضعا فنيا من الاتحاد. اللي نشوفه يحضر بشكل جيد في التعاون، التعاون افضل وضعا فنيا من الاتحاد. وبالتالي هذا نقول تم افراغ الاتحاد بسبب هذه الضغوطات، بسبب هذا الشحن، بسبب تعاقب الادارات، تم افراغ الاتحاد من المواهب اللي عنده. وبالتالي الاتحاد، انا قلت قبل هذا الكلام بحضور ابو عبد العزيز، الاتحاد يحتاجون للهدوء، يحتاجون الى الصبر، يحتاجون الى انه هذا العمل اللي انهار على مدى 10 سنوات او 8 سنوات يحتاج الى صبر في اعادته وبناءه من جديد. اتمنى ان تكون هذه بدايه اعاده صياغه نادي الاتحاد. ابو عبد العزيز، لو قلت لك عندك لاعبين، وش المراكز اللي تحتاجهم الان في الشتوية؟ والله شوف، انا الحقيقه ابغى يعني الاهم، اهم لاعب يحتاجه الاتحاد قلب دفاع، وهذا اهم واخطر مركز يعاني منه الاتحاد. الشيء الثاني، اللاعب الثاني اللي بعد يعني بعده اهميه، يكون لازم عندك جناح سريع مراوغ، وهذه مهمه جدا جدا جدا. انا مستغرب يعني في الاحصائيه حق اللاعب، أنا شايف لقطات له يعني شويت أهدافه، ولا جايبين له يمكن حوالي 16 هدف. يعني أنا ماني داري، يعني 16 هدف أنا شفتها. والآن في الإحصائية ما في إلا هدفين وهدف. إحنا جبنا لك إحصائيات الموسم الحالي حتى إيه؟ الآن كم دقيقة لعبه الموسم الماضي؟ طيب هذا الرجل ما يلعب له موسمين، يلعب له مواسم كثيرة. يعني في 5 سنين جايب له، يعني ممكن في 5-6 مواسم هذه الأهداف. بالله العظيم. لا 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 بالله من جد. والله هو مش لاعب وسط هدافه، هو معلش ايش يسوي؟ محور يعني. لا يصنع ولا يسجل. انا الله الاحصائي، انا شفت لعبه والله العظيم يعني انبسطت، قلت الله جانا لاعب الشويت الهداف اللي أيوه. يسجل من كل مكان. لما شفت الاحصائيه اليوم، سجل هدفين في لعب 2028 دقيقه وصنع 5،
تدري هذا ذكرني احسن ما فيه البطاقات الصفراء 3-1، بس احنا ما نبغى واحد ما ياخذ بطاقات صفراء، لازم نبغى واحد يسجل، نبغى واحد يصنع. انت شوف، تعرف هذا اللاعب ابو العزيز وش وظيفته؟ هذا لاعب رقم 8 اللي هو يعمل عملية الربط ما بين الدفاع وما بين الهجوم، هو اول من يبدا عملية الضغط في الارتداد الدفاعي، إيه؟ اول لاعب يعمل عملية البناء لفريقه. هذا فين في الاتحاد وين؟ يعني فين هذا عملية الربط هذا؟ هذا رقم 8 ربط يا راجل، الناس ما تبغى ربط ولا تبغى الناس تبغى تسجل، تبغى واحد يمكن المدرب هذا تكتيك. حبيبي حبيبي يا سلطان، سلطان حبيبي، الناس ما زي ما قال ابو عبد الله جمهور الاتحاد الان منتظر يعني اي خطا ما عاد فيها، ما حد حيقبل، ما عاد حد يعني من جمهور الاتحاد يعني، عشان كذا المرحله لازم تكون تقنين في عمليه الاختيار. انا معاهم انهم ينتظروا الى مره واثنين وثلاثه يشوفوا اللعيبه، لكن انا شفت اللاعب صراحه تسديدات فاولات لاعب كويس، بس انا تفاجأت انه سجل هدف في موسم كامل، في موسم كامل سجل هدف. لا في الموسم الحالي هذا، في واحد هدف في الموسم هذا يعني. لا لا مش معقول، لا تذكر على فكره أتكلم. ربع موسم، الموسم الحالي ربع موسم يعني، ما تو بادي هناك عنده في الارجنتين بعد مثلنا. لا عندهم توقف، عندهم لا ربع موسم، الموسم الحالي الان تو ما صار له ربع في الارجنتين. لعب كم ترى؟ لعب له 1211 دقيقة. توقف عندهم كم مباراه؟ هو في عندهم كم توقف؟ مباراة؟ هو في كان عندهم توقف صح في الارجنتين، ما ادري بصراحه، تسالني عن الارجنتين انا عساني اعرف متى توقفاتنا احنا، لانه انا عارف انه اللاعب متوقف له 15 يوم او شهر ما بيلعب. لعب 13 مباراه تقريبا، 13 مباراة نعم في الموسم هذا؟ نعم. شوف حسبتها قسمتها على 90. يا الله انا ما ادري والله صراحة، اتمنى اتمنى. اجل انت المفروض يجيب لك مهاجم، ما يجيب لك لاعب وسط، هذا لاعب وسط، لاعب 8. لا بس اللاعب انت تبي مهاجم. انا شفته في هذا في اللقطات يسجل اهداف، يعني شايف 16 هدف 15 هدف مسجلها، هذا كله واحد واثنين في موسمين؟ قليلة جدا جدا، لكن اتمنى 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 انه هو يقدم عطاء للأمانة. الشيء الثاني المهاجم، سواء بقي بروغوفيتش أو مشي بروغوفيتش، لازم لك مهاجم هداف سريع خطير، وهذه شوف أهم شيء ترى، بغض النظر عن تقول لي محور وتجيب لي واحد لا لا، أهم شيء قلب الدفاع، قلب الدفاع مهم جدا جدا، الأهم وراس الحربة. طيب إذا هذول الاثنين جو، خذ الاتحاد مع العناصر الموجودة مثلا رومارينهو، كريم الأحمدي، حتى مثلا اللاعب جيل هذا، إن شاء الله يا رب، أدعي يا رب إن شاء الله يكون كويس. ما والله صدمتني أنا في الإحصائية هذه، انصدمت. كلنا ندعي، كلنا ندعي يا إيه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله للاتحاد، لأنه طيب. شوف أقول لك شيء واحد، لما يغيب الاتحاد إيه؟ ترى على فكرة الجمهور كله يغيب، خلينا نتكلم بواقعية الجماهير. شوف من بعد غياب الاتحاد وتراجع مستوياته، بالله يسوي احصائيه، ابغى من الدكتور وليد بن مهري يسوي احصائيه بعد غياب الاتحاد وتراجع مستوياته وغياب جمهور الاتحاد عن الحضور، كم تراجع نسبه الحضور في المباريات في الدوري السعودي؟ كم نسوي تحقيق؟ كم ترى هذه مهم جدا عشان يشعر، عشان نوري الناس. اتوقع مباراه واحده للاهلي يحضر فيها 30,000 تجاوز فيها حضور الاتحاد في مجموع الجولات. ايش هو؟ مباراة واحدة للأهلي ايوه يحضر فيها أكثر من 20,000 تتجاوز. يا سلطان أنت دحين دخلتنا في موضوع ثاني. لا أنت تقول جماهيرية، أنا قاعد أعطيتك إحصائية سريعة. جماهيرية أنا إيه؟ الاتحاد من يوم ما تراجع مستواه تحدى، لو ما تراجع مستوى الحضور الجماهيري أتحدى. تقصد في هذا الموسم؟ عشان أي أتكلم متى أنا؟ طيب تقصد هذا الموسم؟ أنا أقول لك نعم أتفق، والدليل أما تقول للأهلي 30,000 حضور، والدليل أعطيك الدليل عشان بس نكون واضحين. دقيقة لا عشان أنت تفهمني، عشان أنت تفهمني، أنت تقول من يوم ما تراجع الاتحاد في هذا الموسم صح؟ أنا أقول لك نعم، والدليل أن الهلال والأهلي اقتربوا من رقم الاتحاد اللي كان بعيد تماما عنهم. ما اختلفنا، هذا الاتحاد ما يحضر إلا فالأهلي لو حضر له 30,000 في المباراة الأول، مباراة على أرضه، يمكن يتجاوز الاتحاد. يا حبيبي والاتحاد أخذين منه مباراة الفتح، أخذين منه مباراة الفتح مودينها مكة صحيح، وتحسب لأرضك وتحسب لأرضك، وبالعكس حضروا هناك أكثر من الجوهرة. كيف في المباراة الأخيرة 5,000 حاضرين يا رجل؟ طيب كم 4,000 5,000 يجيك في الجوهرة يا سلطان؟ إيش بك أنت؟
لا ما صرت اشوفهم انا لاني مو صحيح لا مو صحيح ما صرت اشوفهم صح انهم ثمانية تسعة بس تقول الجوهرة هذا اكثر من الجوهرة 9000 في الجوهرة معليش عشان اوريك انه الاتحاد حتى مؤثر حتى المليون ما اخذ الاتحاد جمهور الاتحاد مؤثر حتى مؤثر على الحضور الجماهيري الناس في اسيا الان يقول لك الحضور الجماهيري كم الحضور الجماهيري الان ما يسألوا لما يشوفوا الاتحاد هو متصدر سنوات هذا له تأثير كبير جدا على التسويق على تسويق الدوري السعودي طيب. فعشان كذا انا اقول لك الاتحاد لازم يحضر ويعود ولازم يكون في دعم من 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 من, من, من هيئة الرياضة زيه زي الأندية الثانية والدعم واصل للاتحاد زيه زي الأندية الثانية هذا ما فيها شك احنا نبغى احنا ما نشك ما نشك طيب. ولكن في ناس يقول لك لا الاتحاد مركزه ما طيب مركزه أبو العزيز. مو شرط مركزه طيب وصلت الفكرة اسمحوا لي بس اروح الفاصل سريع وارجع واصل الفيصل يشارك الرياضيين وأسرهم في اليوم الأولمبي بالرياض الاتحاد مع الفتح بثمن نهائي الكأس وأبها ينتظر الفائز بدور الثمانية والعميد يستوفي شروط فترة التسجيل ويفتتحها بالأرجنتيني ليو رئيس الأهلي اجتمع باللاعبين انسوا اللي فات البداية من الفيحة الشهري يعلن قائمة آسيا 2020 المجحد وكمارا أبرز المبعدين القادسية يقلبها على النجوم ويقترب من استعادة الصدارة من العين يا هلا وسهلا فيكم من جديد نتائج الاستفتاء بعد صدور جدول الدور الثاني تقييمك لعمل لجنة المسابقات في الرابطة عدد المصوتين تقريبا 15,000 مصوت 70% يقولون ضعيف و 14% يقولون ممتاز عمل لجنة المسابقات في الرابطة 8% يقولون مقبول نفس النسبة يقولون جيد والتصويت مستمر على حساب البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وليظهر أمامكم على الشاشة جد الترحيب بضيوفي معي من الخبر محمد الشيخ وفي الرياض طارق النوفل وفي جدة جمال عارف طارق خلنا أسألك في الاستفتاء بعد صدور الجدول الثاني تقييمك لعمل رابطة أو عفوا لجنة المسابقات في الرابطة شوف أبو لطيفة واضح جدا ردة الفعل وحديث الأمير نواف مساء أمس أنه في ربك عمل مرتبك وليس عمل واضح جدا باعتقادي الشخصي أنه لم تكن موفقة فيما يخص موضوع الهلال يعني التواصل عن طريق واتساب غيره يمكن يأتي مندوب إلى آخره أعتقد أن الهلال بدون قصد أنا أتكلم بدون قصد أنه عوقب لأنه ممكن لعب مباريات آسيوية واستمر في البطولة الآسيوية واستمر حتى كأس العالم عوقب بالضغط المباريات بشكل كبير نعم هنا لسنا مع تمديد المباريات ولكن مع وجود آلية لتخفيف هذا يعني هذا الزخم والزحمة الكبيرة جدا على رزنامة الهلال ما يظل اللاعب السعودي لحق معين في أن يكون هناك في يعني فوارق بين مباريات الأيام اللي يأخذ راحته يكون في فترة استشفاء أو يأخذ راحته بحيث ما يعني يصاب اللاعب بإصابات عضلية الهلال يعني قدروا أنه أغلب اللعيبة لعيبته من المنتخب لما أكون أنا أزو أول شيء أني أطلع وأجيب بطولة قارية احتفى فيها الوطن بشكل كبير جدا شفنا كل العالم احتفلت أو كل من في السعودية احتفل بهذا الشيء أو المحبين لمنجز وطني احتفل بهذا الشيء راح الكأس العالم وشرفنا يعني أجمل تشريف وإن كان المركز الرابع من وجهة نظري ليس هو يعني مستوى الهلال ولكنه في النهاية رابع العالم شيء جميل جدا ما نقول فقط عالمي لكن رابع العالم هذا اسم رنان شوي تأتي وتقول الآن تعال العب المباريات كل يعني 72 ساعة مباراة وبعضها كلها خارج بعضها يلعب مع المنتخب يرجع 9 ساعات طيران ويلعب بعد مرة ثانية يسافر المنتخب
هذا في استنزاف واستهلاك للاعب. انا ما اتكلم عن الهلال، اتكلم بشكل عام. هذا الكلام لو او هذه الحاله انطبقت على فريق اخر، عطني فريق اخر غير الهلال، نقول النصر، نقول الاهلي، بالتاكيد نقول الشباب، الكلام ورده الفعل او الشباب ان شاء الله الله يرد للبطولات الدوليه. انطبقت ليه ما قلت الاتحاد؟ هو يقول لو انا قلت الله يرد انطبقت انطبقت مو لو انطبقت الاتحاد انطبقت اول العام انطبقت على الاتحاد في 2005 و2000 وسبعة لما شارك 2009. انت تبغى ترجعنا ل 2005؟ ايوه ارجعك. يعني كانوا يروحون يلعبون في الدكه اربع لعيبه، خلها على ربك بس. ايش 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 كانت الانديه تروح في اسيا تلعب باربع لعيبه في الدكه. يا سيد الكريم 2007 2009 ما في فرق. لا تقول لي ترجعنا وما ترجعنا، لازم نرجع سوا. طيب خليه يكمل ويجي. اي بس تقول لي ترجعنا عشان جات الاتحاد قلت ترجعنا؟ ايش المشكله يعني؟ انا ماني فاهم يعني، انا ماني فاهم، انا ماني فاهم. هلال، اهلي، نصر، شباب تقولهم، والاتحاد هو اللي عانى. يا علي وراسي ما تقول انت، لا تاخذها بهالطريقه يا ابو عبد العزيز الله يسامحك. لا ما اخذها بالطريقه، لا لا اخذها بالواقع وبالمنطق اللي مر عليه هذه التجربه. هو والله الاتحاد. ما قلنا شيء على العين والراس الاتحاد. طارق تفضل كمل. اخي الله شيء عجيب. قول يا طارق قول. جميل. شوف يعني انا اتحدث عن موضوع الاتحاد. الاتحاد نادي كبير وركن أساسي من أركان الكرة السعودية، بل هو من أعظم الأندية اللي رفعت اسم السعودية عاليا، الرياضة السعودية عاليا، ولا أحد يزايد على موضوع الاتحاد. أنا شبابي، أعترف أني شبابي وعملت في الشباب وأحب الشباب وقلبي مع الشباب، ما قلت اسمه الآن. فهي العملية ليست عملية مؤامرة، ولا أنا ما نبغى نسقط على الاتحاد. لا أحد يسقط على الاتحاد ولا أرضى. لا لا لا، أتكلم أنه مرت التجربة. التجربة مرت على الاتحاد. لا لا لا. بس اي بس انك قطعتني تو تحدثنا على الاتحاد، تو انت اخذت راحتك في حديثك على الاتحاد، ولا قطعنا يعني احتراما للكيان الاتحاد. لا احتراما لك. انا ما قطعتك، انا وضحت لك وجهه نظري. يستحق بس الاتحاد، يستحق الاتحاد ان يكون حديثه مستمر وليس منقطع واحد يقاطع الثاني. فالاتحاد انا بالنسبه لي استمتع في الحديث عن الاتحاد، لان الاتحاد لو سالت البعيدين عن الاتحاد يقول نتمنى عودته، لانه ركن مهم. وبيك تدرك هذا الشيء انه الركن مهم الاتحاد. نرجع لموضوعنا. قول. الموضوع هذا لو طبق على اي نادي اخر حيكون نفس الكلام. اللي تعرض له الهلال يحتاج الى اعاده نظر. اذا قالوا لا ما نبغى نغير، لو غير كان هناك في توجيهات وما توجيهات. الموسم الماضي غير لين قلنا بس. في اعلاميين خرجوا قال حنا استطعنا ان نغير الجدول. لان ضغطنا على اللجنه او بتصريحات اعلاميه. احنا ما علي من الضغط. العمل يظل عمل إنسان ليس منزه، في أخطاء صايرة. العمل الماضي صارت في أخطاء وبدل الجدول أربع مرات أو أكثر. ما دام التبديل للأفضل إحنا معه. أنا أتمنى من لجنة المسابقات، وأنا أدرك أن لجنة المسابقات لم تقصد الهلال تحديدا، ولكنها وقعت في خطأ. طيب إذا وقعت في خطأ، هل نكابر ونستمر في هذا الخطأ أم نقول لا؟ لابد أن نعيد حساباتنا من جديد، ون يعني نبحث عن سويعات أو أيام معينة بإمكان تحريك بعض المباريات، وكل الأمور تمشي بشكل سليم للهلال ولا غيره. طيب. فأنا أرجع أقول لكم علشان إحنا بس نحفز الأندية الثانية تلعبون خارجيا وتحققون بطولات خارجية عشان ما نعاقبكم إذا رجعتوا ونضغطكم في المباريات. طيب أبو عبد الله محمد الشيخ، أنت تقييمك لعمل اللجنة حتى الآن؟ والله أنا خلينا يعني أتعايش مع وضع المسابقات نفسها، ووضع المسابقات كلجنة، ووضع المسابقات سواء المحلية أو الخارجية، وخليني أقول مقبول، لا يرتقي إلى ممتاز ولا ينزل إلى ضعيف. ولكن السؤال وهذا مهم، وأنا كنت قريب من هذه الدوائر وأعرفها، هل لجنة المسابقات بالفعل محكومة بأيام محددة غير مسموح بأن تتجاوزها؟ هذا واحد. لأن بالفعل لما كنت أنا العام الماضي في الاتحاد السعودي كان في قرار من فوق الاتحاد السعودي أنه يجب أن ينهى الدوري قبل العشر الأواخر، وبالتالي بأي طريقة كانت كان يجب أن ينهى الدوري في العشر الأواخر، إضافة جولة أو جولتين راح يأخذك إلى ما بعد العيد. وبالتالي الاتحاد السعودي هو لا يملك الصلاحية، هو الاتحاد السعودي نفسه لا يملك الصلاحية. هذا واحد. الأمر الثاني وهذا يجب إحنا نعرفه، هل لجنة المسابقات
قدمت للأندية المشاركة آسيويا سواء في النسخة الماضية أو في النسخة المقبلة في فبراير الخيارات بحيث أنها تحرك فيها ولم تتشدد بالشكل الذي سمعناه مع الهلال أنها رافضة حتى في تحريك يوم واحد؟ إذا وصلت الأمور إلى مسألة التشدد فقط لفرض العضلات ولإظهار أنه إحنا قلنا وصرحنا وأكدنا وبالتالي لا، إذن هنا محاولة فرض عضلات رخوة، لأنك حتيجي في مرحلة ثانية وكل تصاريحك حتروح. أنا أقول أنت وهذا جميل أنك تجتمع مع الممثلين وهذه تحدث مش جديدة يعني، لكن إذا كان في حاجة اسمها لا ضرر ولا ضرار على هذا النادي وعلى هذا النادي، بحيث أنه لو جاء مندوب الهلال وقال لك أنا أحتاج تحرك لي هذه المباراة يوم وهذه المباراة يوم حتى آخذ، لأن الوضع أنا مضغوط بدنيا، أنا مضغوط ذهنيا بسبب أنني أمثل المنتخب وأمثل النادي خارجيا، وبالتالي أنا أحتاج، لأن فترة الاستشفاء ما بين مباراة خصوصا مباريات يا جماعة، يجي لي واحد يتفلسف يقول في أوروبا يلعب ليفربول ولا يلعب المان يونايتد ولا يلعب مدري إيش وما، يا حبيبي أول المقارنة جائرة وغبية في نفس الوقت، يعتبر رأي لا مش فلسفة. أنت كيفك تقول لي رأي وبزعم أن أنا ناقد وتسوي لي مقاربات وفي نفس الوقت هذه المقاربات فيها من السذاجة اللي تمشي على السذج بس ما تمشي على ناس قاعد حلو. أولا مسألة السفر في الدوريات الأوروبية اللي هو في الدوري المحلي ليس مثل الدوري السعودي، ليس مثل الدوري السعودي، هذا واحد. الأمر الثاني أنه أنت هنا ما يجيك ويسقطون عليك بطولة أنت خارج الرزنامة وخارج الجدولة وجيت شارك في بطولة الخليج قبل كم يوم، يقولك بطولة الخليج يلا شارك فيها يا المنتخب السعودي، إذن هذا ما كان ضمن احتياطات المدربين وبالتالي هو الآن دخل عليه عنصر جديد. لو كان من بداية الموسم نقول نعم تم جدولتها. ثلاثة، أنا قدري يا نادي الهلال أن اليوم معظم اللاعبين الأساسيين في المنتخب الوطني يتمثلون من الهلال وبالتالي أنا قدري أنه أنا أمثل المنتخب وأروح أوصل إلى نهاية آسيا وحقق بطولة آسيا وأطلع وسافر وحقق بطولة. أنا أقول لا تعطي للهلال امتياز، لا تعطيه، وليس من حق الهلاليين أن يطالبوا بامتياز. إذا تعطي الهلال يوم واحد تعطي ضمك يوم واحد ممنوع، ولكن أعطيه حقه، تعال قول له تفضل هذا الجدول وانت يا مندوب الهلال عطنا ما يريحك بحيث انه لا يؤثر على الأندية الأخرى ولا يكون في امتياز على حساب الأندية الأخرى. اللي صاير لا، اللي صاير لا، احنا نبي كذا وانت تتحرك وفق اللي احنا نرسمه لك، وبالتالي هذا الظلم اللي يقع على الهلال. طيب. انا اقول مو من حق الهلالي، واللي اعظم كلام الامير نواف محمد انه انت جلست معاهم، احنا يجب نسمع الكلام اليوم اللي طلع مثلا امس من الرابطة، ما فيه زبدة، ما فيه زبدة، وفي كلام ايضا خطير قال الامير نواف محمد، انت لازم ترد. يعني يقول الامير نواف محمد قعدوا مع مندوب الهلال تم الاتفاق على بعض الامور طلعوا لم يتم تنفيذها، رغم انه من المتعارف عليه حينما يجتمع مسؤولين اللجنة المسابقات مع مندوبي الأندية أن يتم تحديد كذا ويلتفق عليها والتوقيع أن أنا موافق على كذا، أما يطلع وينقلب على الخيارات هذه، هذه مصيبة، يحتاج توضيح. وبالتالي أنا أقول قد أعذر الزبدة، معليش، قد أعذر لجنة المسابقات إذا كانت محدودة بوقت محدد. الأمر الثاني إذا بالفعل أعطت الهلال أو أي نادي آخر لحق التحريك وترى تجد انه لا هو هذا يحتاج يبي امتيازات، لا شكرا ما نعطيك امتيازات، ولكن اذا كان في مجال لا عطى مجال، ولا تفرض عضلاتك على اندية على حساب اندية اخرى او تبي تبين ان احنا لا والله ما نخضع لهاشتاج او ما، اعمل بثقة، اعمل بثقة وبدون ظلم وبعدالة مع الجميع. طيب. نعيم البكر رئيس المسابقات باتحاد الكرة السعودي، بس عشان تعرفون في لجنة مسابقات في الرابطة اللي هي معنية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط، في لجنة مسابقات في اتحاد الكرة اللي هي معنية بكل المسابقات، هذه رئيسها أحمد الراشد اللي في الرابطة،
ونعيم البكر رئيس اتحاد رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة. زميل خالد الشعبي ذهب له قبل أيام من صدور جدول الدور الثاني وسأله عن رزنامة الموسم القادم ومتى وكيف ستلعب المباريات في شهر رمضان المبارك. بالغالب هي تلعب على يعني اعتقد ان الرابطه في دوري الدرجه الثانيه في دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين حيكون بعد صلاه التراويح يعني فتره مناسبه يعني للجمهور للحضور للمباريات ان شاء الله، لكن الموسم القادم قد يفرق معنا ان فيه بتكون ان شاء الله المرحله النهائيه لكاس تصفيات كاس العالم وتكون مرحله حساسه وحاسمه. الاولمبي حيلعب في حال تاهله ان شاء الله حيلعب في يناير بعد شهر ان شاء الله، اتمنى له التوفيق في تايلاند. لو حتاهل حيلعب قبل بداية الموسم، حيلعب في نهاية شهر 7 بداية شهر 8 قبل ما ندخل في الموسم يلعب أولمبياد طوكيو، فما راح يكون عندنا مشكلة في موضوع الأولمبي. عندنا مشكلة في مو مشكلة يعني ترتيب بحكم المنتخب حيلعب في مباريات قوية وحاسمة في تصفيات كأس العالم. زي ما شفتوا طلع في اجتماع مجلس الإدارة الأخير عرضنا كلجنة مسابقات وكمشرع مع الرابطة والهيئة بداية مقترح للرزنامة وآلية إجراءات تنفيذ الرزنامة أو عمل طلبنا عقد اجتماع مع الرابطة وكذلك مع المنتخبات في منتصف شهر يناير بإذن الله، بيكون لبحث التصور الأولي لرزنامة الموسم القادم، ثم بإذن الله سنجتمع مع الأندية جميع لإطلاعهم على هذا المشروع وسماع ما لديهم ملاحظات وإمكانية التعديلات في حدود الممكنة. كل سنة يبدأ في منتصف أغسطس وينتهي في نهاية مايو، متوقع هذه التواريخ كمبدئيا، لكن نشوف بعد الاجتماع مع الرابطة كمنظم رئيسي للدوري وكذلك مع المنتخبات بحكم برنامجهم المزدحم الموسم القادم بمشاركة ثقيلة في بحجم المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم وكثرة المباريات اللي بتكون أيضا في أيام الفيفا، ويعني وحيتتطلب سفر كثير للمنتخب. بإذن الله بعد الاجتماع حتتضح الصورة، وأيضا الأندية قد يكون لها تصور. احنا قدر الإمكان زي ما قال سعادة الرئيس أن في نهاية شهر يناير تكون الرزنامة واضحة وتكون بإذن الله ظاهرة للجميع، والجميع يقدر يبني خططه في الموسم القادم عليها إن شاء الله. احنا مباراة الكاس طبعا تم التنسيق بيننا وبين الرابطة على مواعيدها، ما في أي تأجيل لمشاركة الهلال، حتقام مباراة مع الفيصلي في 3 ضمن 3 يناير ضمن جدول دور 16 اللي من 1 إلى 3 يناير. أيضا دور الثمانية في حال تأهله حيكون يلعب مع الاتفاق أو أحد أيضا في الفترة نفس الفترة اللي مقررة لدور الثمانية واللي تم الاتفاق معها مع الرابطة. بقية مباريات المؤجلة أعتقد الرابطة هي اللي كفيلة فيها وتحديدها يعني، وأعتقد حددت جميع المؤجلات حتى نهاية الدور الأول. في الدور الثاني الهلال والتعاون والأهلي والنصر جميعهم أندية مشاركة في بطولة آسيا، وأعتقد أن الرابطة يعني عقدت اجتماع معهم أو نسقت معهم في خصوص هذه المشاركة. مشاهدينا ومستمعينا بروح الفاصل قصير ونرجع نواصل، ابقوا معنا. الفيصل يشارك الرياضيين وأسرهم في اليوم الأولمبي بالرياض. الاتحاد مع الفتح بثمن نهائي الكأس، وأبها ينتظر الفائز بدور الثمانية. والعميد يستوفي شروط فترة التسجيل ويفتتحها بالأرجنتيني ليو. الصايغ اجتمع باللاعبين، انسوا اللي فات، البداية من الفيحة. الشهري يعلن قائمة آسيا 2020، المجحد وكمارا أبرز المبعدين. القادسية يقلبها على النجوم ويقترب من استعادة الصدارة من العين. يا
يا هلا وسهلا فيكم من جديد. بعد صدور جدول الدور الثاني، ما هو تقييمك لعمل لجنة المسابقات في الرابطة؟ 72% يقولون ضعيف، 8% يقولون مقبول، 7% يقولون جيد، واللي يقولون ممتاز 13% فقط من المصوتين اللي عددهم 18400 مصوت. والتصويت مستمر على حساب البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الظاهر أمامكم على الشاشة. موجة سريع لأهم الأخبار الرياضية. كرم رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عدد من البطولات الدولية والإقليمية. وقال سموه خلال لقائه بلاعبي المنتخبات السعودية لكرة السلة والتايكوندو والجودو وكرة الطاولة والبلياردو والهجن وريشة الطائرة أنهم يأملون من اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى القاري والعالمي، مشيرا إلى أنه باجتماعه الأخير مع رؤساء الاتحادات الرياضية وضعوا آلية جديدة لدعم الاتحادات في خطة تستغرق 4 أعوام. أعلنت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة السعودي إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تمكين المدرب الوطني للعمل في أندية دور الثانية بتكفل الاتحاد بالرواتب الشهرية للمدربين بدءا من يناير 2020. وأقر الاتحاد السعودي هذه الخطوة وبدعم من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الذي بارك هذه الخطوة خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء أندية الثانية أمس الاثنين في الرياض. حصل مدرب فلامينغو البرتغالي جورج جيسوس الذي حقق إنجازات رائعة خلال 6 أشهر فقط تولى خلالها مسؤولية الفريق البرازيلي على وسام رفيع من بلاده، وأعلن رئيس البرتغال مارسيلو دي سوزا قراره بمنح جيسوس الوسام بعد قيادة فلامينغو إلى نهاية كأس العالم للأندية أمام ليفربول هذا الشهر، إضافة إلى البطولة القارية والدوري البرازيلي. كشف الاتحادان الأردني والعراقي لكرة القدم عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027. وغرد اتحاد الكرة الأردني في حسابها على تويتر أن استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم، ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الأشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية. نسمع رأي الجمهور من خلال نقطة نظام. سؤال الأخطر للنوفل، عطنا 3 أحداث مهمة في عام 2019 في الكرة السعودية. أبرز حدث رياضي في سنة 2019 فوز الهلال بكأس آسيا. وش رأيك إن شاء الله بصفقة برونو؟ ولازم يخلصون معه قبل الشتوية، قبل يبدا الدور الثاني. يا ليت والله. اي والله خلهم يعجزون الاداره علينا يا اخي. بالتوفيق ان شاء الله الاتحاد بكره ان شاء الله يا رب. استاذ طارق النوفل، دخل علينا البرازيلي ينجح هنا، الارجنتيني ما ينجح، اللاعب الاسباني ينجح هنا، اللاعب الانجليزي ما ينجح هنا، مره هذا سياسه الاستاذ طارق النوفل. عندي سؤال للاستاذ جمال عارف، هل تتوقع انتقال فواز القرني ام لا؟ وهل انت مع او ضد انتقاله الى الهلال؟ اخذ اجابات سريعه. فواز القرني ينتقل من الاتحاد؟ لا والله، لو لاعب براعم ما اسمح له ينتقل من الاتحاد، مو فواز القرني، هي لاعب في الاتحاد يبقى براعم ما اسمح له ينقل. طارق النوفل، 3 أحداث تراها هي الابرز في 2019. ايضا السؤال الثاني اللي سال عن سياستك في عمليه ان اللاعب الاسباني ينجح، الانجليزي لا، الارجنتيني لا ينجح، البرازيلي ينجح. شوف، الحدث الاول اكيد انه فوز الهلال بكأس آسيا، الكأس اللي كان مبتعد عنه كل أندية السعودية وصارت أصبحت بطولة عصية، واللعب بكأس العالم. فوز التعاون بالنسبة لي أشوفه إنجاز كبير جدا خاصة منطقة القصيم. ثالث، ما أعتقد المنتخب مشاركة في كأس العالم، أعتقد ممكن هذه كانت 18 أو ما في، والله ما في إلا هالأمرين الوحيدين. الفورمولا فقط. يلا خلنا نقول الفورمولا. صحيح، الفورمولا ايه، نتكلم على الشك اللي يعجبني انا مش اللي يعجبك انت. بعدين انت رجل تحب بعدين انت رجل تحب الفروسيه، دام الشكل اللي يعجبك. الفروسيه اللي صارت في الدرعيه تودي الناس لطوكيو 2020 بكل تاكيد. ما جازت الفروسيه كلها حلوه. لا لا، الفروسيه كلها حلوه. طيب. وانا من عشاق ومحبين الفروسيه، وانا اعمل في ميدان الملك سعود الفروسيه بالقصيم ومسؤول اعلامي هناك، فلذلك انا من عشاق الفروسيه وكل ما في الفروسيه خير. طيب. بالنسبة للجواب الأخ اللي يتكلم على أنه ينجح اللاعب البرازيلي، أنا تحدثت على التأقلم وليس عن النجاح. طيب.
وأغلب الأحيان النجاح يرتبط بالتأقلم. هذا المقصد، يعني أغلب اللعيبة الأجانب يجون يجون من البرازيل، إيش معناها؟ لأنهم اللي تأقلمهم بسرعة وهم الأقرب للنجاح. جميل. الأهلي أمس بعد ختام الجمعية العمومية الغير عادية، كيف هو وضع هذا النادي العريق القابع في أغلى شوارع جدة؟ تأمل الأهلاويون خيرا في الجمعية العمومية الغير عادية لإصلاح الأوضاع ورأب صدع خلاف الرئيس والمشرف، لكن الرياح لم تأتي كما يشتهي محبو هذا النادي. لا لا والله، أنا أمورنا إن شاء الله تنحل في البيت الأهلاوي، والموضوع عند هيئة الرياضة إن شاء الله بإذن الله نسمع الأخبار الطيبة. احنا حطينا وجهة نظرنا، والجماعة المسؤولين في النادي حطوا وجهة نظرهم، وإن شاء الله يعني نشوف. انتهت أعمال الجمعية العمومية ولم تنتهي معها الخلافات داخل أسوار النادي الأهلي. احنا ناقشنا جميع النقاط وإن شاء الله موعدين خير، يعني كل التساؤلات اللي كانت موجودة سألناها وأعضاء مجلس الإدارة جاوب عليها، وباقي نرفع تقريرنا احنا للهيئة. والله أتمنى إن شاء الله أنه الاثنين يبقون، وأتمنى أنه المشاكل هذه ما تأثر على مسيرة النادي. المشهد ما زال ضبابيا، ويبدو أن خلاف الرئيس أحمد الصائغ مع الأمير منصور بن مشعل ما زال قائما ومستمرا. حصلت استفسارات ضمن المحاور الرئيسية اللي هي محاور الجمعية العمومية الغير عادية، وجاوبنا الحمد لله عليها ووضحنا جميع الأمور لجميع الأعضاء. يبدو أن الجمعية العمومية لم تلبي طموحات أنصار الأهلي ولم تحقق مبتغاهم، بل نتائجها زادت من حدة التوتر والقلق حول مستقبل النادي. يرى الكثيرون من متابعي الكرة السعودية أن الأهلي أحد أكثر الفرق التي تمتلك عناصر فنية قادرة على المنافسة بقوة وتحقيق الإنجازات، لكن الوضع الحالي قد يشكل عائقا أمام الفريق للمضي قدما في تحقيق أهدافه المرجوة. الله أن الأمور كلها خير بإذن الله، نطمن جمهورنا، نوضح لهم أن احنا لازم نهتم، عندنا مباراة مهمة قادمة ولازم نهتم بفريقنا ونحاول نعزل فريقنا عن أي شيء خارج المستطيل الأخضر، وهذا واجب علينا. إيش الخطوة القادمة؟ إيش الخطوة القادمة؟ إيش تنتظروا من الهيئة؟ معنا إحنا اللي تم في الجمعية العمومية تم رفعه، والآن الخطوة القادمة أمامنا مباراة أمام الفيحاء يوم الخميس، نسأل الله أن يوفقنا فيها في الكاس، وبعدين عندنا مباراة مهمة في الدوري. ويبقى السؤال العريض، ألا يستحق الأهلي من رجاله أن يتم التجاوز عن كل شيء من أجل الكيان فقط؟ ألا يستحق الأهلي تجاوزات رجاله هذه الأزمة من أجل الكيان؟ إجابة الضيوف يبخذها بعد الفاصل. يا هلا وسهلا فيكم من جديد. الوقت بدأ يداهمنا. قبل الفاصل كنت أتحدث ألا يستحق الأهلي أن يتجاوز رجالاته هذه الأزمة من أجل الكيان. أنا باقي لي 6 دقائق بوزعها بالتساوي ما بينكم ضيوفي. ببدأ معك جمال، كيف المشهد؟ شوف أنا بقول كلمتين في الأهلي، بس كلمتين اثنين لا زيادة ولا شيء. عندك فلوس يا رئيس النادي الأهلي، إذا عندك فلوس من حقك تقعد وتختار لأنك أنت رئيس النادي. ما عندك فلوس وحتعاني مشاكل وتدخل النادي في مشاكل، لا سيب الأمير منصور بن مشعل يدعم، ورجل داعم وأنا أعرفه من 30 سنة، رجل أهلاوي قح ما عنده، يعني رجل يحب الأهلي وعشق الأهلي. أنا ما أعرف الصايغ صراحة، والصايغ مع كامل احترام كشخصية أهلاوية أنا ما أعرفه في الأهلي، لكن أعرف مين؟ أعرف منصور بن مشعل. الأمير منصور بن مشعل داعم، سيب إذا عندك قدرة عندك فلوس والمشاكل وتحل مشاكل ولعيبة جمهور الأهلي مدرج الأهلي يبغى لعيبة عندك اوكي، ما عندك لا اترك النادي. الامير منصور بن مشعل هو تكفل واختار رئيس نادي لانه هو الداعم. الان يبغى النادي يبغى فلوس ويبغى لعيبه، وجمهور الاهلي ما يقبل الا بلعيبه مميزين. طيب طارق النوفل، كيف بتنحل الامور وسط هذه الاجواء المتوتره؟ لن تحل هذه الامور وسط هذه الاجواء المتوتره بشكل كبير جدا في الاهلي. البيت الاهلاوي اعتقد انه هو اللي قاعد يضر الاهلي.
أنا أتحدث يعني ليس كلا الطرفين إن في بين يعني هم اللي يتعمدون، لا، من وجهة نظر إن الإدارة في أخطاء كبيرة في الإدارة، إن سمحت لي. يعني أنا مش قاعد أقرأ إنجازات الإدارة الأهلي في 180 يوم، سلطان مندش يقول إنه هنا إنه وقع معه، وهذا الصورة حطها أمامكم، وهذا مين؟ هذا الشخص مين؟ هو الأستاذ عبد الله بترجي وليس أنت. الأمر الآخر كذلك اللي هو عقد مياه وقعوا معه، يقول أنا ذكر أنه هو اللي وقع معه، ولكن كمان عبد الله بترجي. في أخطاء كثيرة تم، يعني عقد برانكو، عقد شركة استيم اللي للهلال والاتحاد وكذلك الأهلي لم تدرج، وتم طرح السؤال عليهم في الجمعية العمومية، وكان جواب الإدارة أنها سقط سهوا. أشياء كثيرة سقطت سهوا. تتحدث عن قيمة الإعلانات الموجودة، لما تحدث أنه كيف إعلان في الظهر يكون بعشرة مليون في العام الماضي، والسنة هذه يكون بأربع مليون. في أشياء كثيرة قاعد تدور الآن، هم يدورون في 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 فلك غريب جدا في الأهلي في الاجتماع. أنا لو أتحدث لك عن أشياء كثيرة جدا أنا أخذتها يعني كإعلامي، أخذت الأخبار. عود يعني في شركة تعود إلى آخره، وقع مع الأهلي، طريقة توقيع غريبة، وناقشوه من الشخص اللي وقع، من مفوض الإدارة الأهلي، يقولون شخص واحد الآن ما تأكدت منها، ولكن العقد وضع فيه أنه بدون شروط جزائية. أضف إلى ذلك ما في مدير كرة حتى الآن، والمسؤول التنفيذي يقولون أنه مش متواجد، وخاصة وأن الأهلي قريب جدا من المنافسة ويحتاجونه في الفريق. طيب بس أبو محمد، الأشياء اللي أنت تتكلم عنها كلها يعني مصدر فيها أمر رسمي، والأمر أحيل للهيئة، والهيئة هي اللي من ستصدر قرار في هذا الخصوص بكل تأكيد. وحنا دورنا كنقاد إعلاميين وقاد رياضيين أو إعلام رياضي أن نسلط الضوء على في بعض الأشياء. أما المواضيع الرسمية لا، أنا لا أعمل في هيئة الرياضة ولا أعمل في نادي الأهلي، كي أقول ألتزم الصمت أقول نحلها في المكاتب. نحن هنا قعدنا في يعني موجودين في هذا البرنامج ليه؟ وجدنا في البرنامج عشان نستخلص بعض الأخبار كبعض الأخبار ونشرحها ونحللها ونقول هناك في أخطاء كبيرة، علامات استفهام كبيرة في أكثر من عقد لم يذكر في 180. يقول سقط سهوا، تم أخذ بعض الإنجازات الغير ونسبتها لهذه الإدارة. من وجهة نظري الشخصية يا جماعة الخير في الأهلي، أنا أعتقد أنه باقي تكة، والشخص الموجود اللي قاعد يدعم الآن اللي هم ندرة ممكن يمشي ويغادر المشهد. والله العظيم إن غادر المشهد تأكد أن الأهلي سيغرق في دوامة من المشاكل والديون، مشاكل إدارية والرياضية والمالية وصلت بشكل كبير جدا. أنا أقول الكلام لست أهلاويا، ولكن يعنيني النادي مثل الأهلي عنده يعني إمكانيات وفريق عظيم، مو قاعد يدير وصلت إدارة النادي بشكل بسيط جدا. أنا أعتقد لا تفرطوا بمنصور مشعل، فهناك ألف نادي يتمنى منصور مشعل. طيب الدقيقتين الأخيرة عندك محمد الشيخ، كيف بيكون الوضع في الأهلي؟ الوضع في الأهلي الراهن والمقبل ذهب إلى أشد وأخطر مما هو عليه الآن، إلا في حالة أن يغلب أحد الطرفين المصلحة العامة للأهلي. بمعنى اللي أحضر أحمد الصايغ هو الأمير منصور بن مشعل، والأمير منصور بن مشعل له رغبات أو طريقة في إدارة الأمور داخل النادي الأهلي. أحمد الصايغ إما أن تقبل، صح النظام يسمح لك أن تمارس ما تشاء وفق النظام الأساسي داخل النادي ولا لأحد سلطة عليك، ولكن أنت تعرف أن أنت جيت تحت عباءة الأمير منصور بن مشعل، إما أن تقبل مثل ما قبلت بهذا التصور قبل الحضور، وإما أن تغادر بهدوء في ظل أن الأمير منصور مشعل لم يعد راغب فيك، أو أنت تكون واضح وصريح وتقول أنا أقدر أدير النادي الأهلي، وأنت ما تقدر صراحة، فتقول شكرا يا الأمير منصور مشعل، إما أن تقبل بالأمر الواقع أو ترحل، وأنت ما تقدر حقيقة، لأن التزامات النادي الأهلي تتجاوز يفترض 300 مليون ريال سنويا، وأنت ما تقدر تدبرها بأي طريقة، ولن يقبل جمهور الأهلي إلا أن يكون مثل الهلال أو مثل النصر في هذه اللحظة. الأمر الآخر، كل هذه الجلبة وكل هذا الكلام اللي فتح الباب على الاجتهادات
واجتهادات احيانا خطيره جدا. هي الواقع في النادي الاهلي يا سلطان احد امرين، اما ان يكون اما اقول ها ايوه اما ان يكون فساد مالي، او ان يكون معليش او ان يكون اخطاء اداريه جسيمه كما يسميها النظام الاساسي، او تكون اخطاء اجرائيه. بالتالي اذا كانت اخطاء اجرائيه، مع احترامي لزميلي طارق، كل هذه انه والله وقعها مع مين ووقعها مع مين، هذه نقول امور اجرائيه لا تحل مجلس اداره ولا تسقط مجلس اداره ولا ولا. واذا كانت اخطاء جسيمه، يعني فشل في اداره الامور واخطاء جسيمه كتمرير امور وتضارب مصالح، و هنا دور الهيئه هتوقف، او تكون تجاوزات ماليه وهذا اخطر واخطر. احنا نقول الان ممكن ما يكون في اي شيء. طارق دقيقه، خلي يتكلم لانه باقي لي 20 دقيقه، ويمكن في جملة. يمكن يا ابو عبد الله ما ليس من ابو عبد الله، بس عشان لابد من ما ليس من بد، اما ان يرحل يمكن ما يكون في اي شيء من هذه الامور. طارق ثواني، لا انا لابد من ما ليس من بد، اما ان يرحل احمد الصايغ او يرحل الامير منصور بن مشعل، عدا ذلك ما عاد فيه في النادي الاهلي غير هذين الخيارين. طيب، ويمكن الكلام اللي انت قلته ايضا في موضوع انه يكون في فساد مالي او يكون في اخطاء جسيمه، يمكن يكون الامر غير وارد او غير صحيح في هذا الخصوص. على العموم اتفق معاك، اقول لك اما قد تكون اخطاء اجرائيه عاديه جدا. طيب انتهى وقتي، طبيعيه انت جدا للأسف. قد تكون للاسف انتهى وقتي، شكرا لك محمد الشيخ. طارق والله للاسف انا انتهى وقتي، ثانيتين يلا قولها. بس اي نعم، انا ما اتكلم عن خطا اجرائي ايه؟ ولكن الموجودين في الباب المغلق امس في الجمعيه العموميه يفهم ايش اقصد. طيب بالضبط. شكرا لك مش خطأ إجرائي. شكرا لك طارق نوفل، شكرا لك محمد الشيخ، شكرا لك جمال عارف، يعطيك العافيه. بس انا ما اكلت كباب، الناس يرسلوا لي عشان مدحت اداره الاتحاد وقلت ما اكلت، ترى ما رحت الكباب، انا حفله الكباب ما رحتها ولا كنا ولا رحنا الحفله. انا اتكلم عشان الاتحاد ولا عينينا اي واحد ثاني، سواء كان رئيس ولا ثاني. الله يهدي النفوس. إيه لا للامانه في عمل، وانا لازم اوقف معاه زي ما انتقدناهم. انت معروف ابو عبد العزيز، إيه انت اصلا وانا ما رحت انت في يوم من الايام رئيس لنادي الاتحاد. لا انا ما رحت يعني حفله، شكرا كمان شكرا حفله ما رحت. شكرا لك، شكرا لك عارف، يعطيك العافيه، تعبناك اليوم لكم مشاهدينا ومستمعينا. ان شاء الله غدا يتجدد الموعد بنفس التوقيت. الامور في الاهلي تنحل بالقلب، تنحل بالحب. نلقاكم على خير في أمان الله.